من قناة الرافدين الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أقر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأن استيراد الوقود لتوفير الكهرباء يكلف العراق سنويا 10 تريليونات دينار ويحقق الاكتفاء الذاتي بإنتاج الغاز. وكشف السوداني عن تكبد العراق خسائر كبيرة وأضرار بيئية مؤسفة جراء تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لمدة 5 سنوات، فيما أشار إلى أن استثمار الغاز يمثل قناعة راسخة. وأشار السوداني إلى أن تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة ل5 سنوات كبد العراق خسائر كبيرة وأضرار بيئية كبيرة. أعلنت غرفة تجارة عمان أن العراق جاء بالمرتبة الأولى كأكثر الدول استيراداً من الأردن خلال شهر كانون الثاني الماضي. وقالت الغرفة إنها صدرت بضاعاً وبضائع وسلعاً لبلدان عربية وأجنبية خلال شهر كانون الثاني بلغت نحو 99 مليون دينار مقابل 50 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022. وأضافت الغرفة أن الصادرات توزعت من حيث قيمتها خلال الشهر الماضي على العراق بقيمة 43 مليون دينار، وسويسرا بقيمة 14 مليون دينار، والإمارات بنسبة 6 ملايين دينار، ثم مصر بقيمة 5,600,000 دينار. سجل خام برنت انخفاضا كبيرا مع قوة الدولار الأمريكي وانتظار التجار إشارات من محضر اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا ونزل خام برنت بنسبة 1.08% إلى 83 دولارا و16 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% ليصل إلى 77 دولارا و12 سنتا للبرميل. ولم تستقر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية في أمريكا. ارتفع عقد غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان وهو الأكثر نشاطا حاليا بنسبة 0.68% ليصل إلى 77 دولارا للبرميل. تراجعت العملة المحلية في إيران وهوت إلى مستوى متدني قياسي جديد أمام الدولار بلغ 500,000 ريال، بينما لا يرى المتعاملون في السوق نهاية في الأفق للعقوبات. وأظهرت بيانات نشرها موقع بومباست الإلكتروني أن العملة المحلية الإيرانية تجاوزت مستوى 500,000 ريال أمام الدولار، ويسعى إيرانيون لملاذات آمنة للحفاظ على مدخراتهم بشراء الدولار وعملات صعبة أخرى أو شراء الذهب، ما يشير إلى مزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني. أعلنت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن حرب روسيا على أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الألماني نحو 160 مليار يورو. وأوضحت الغرفة أن هذه التكلفة تشكل نحو 4% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية العام الجاري، وأشارت إلى أن دخل الفرد في اقتصاد ألمانيا سيكون أقل بمقدار 2,000 يورو عما كان متوقعا له لولا وقوع الحرب في أوكرانيا. وأضافت أن سعر الغاز أصبح أعلى بنحو 3 إلى 5 أضعاف مما هو عليه في الولايات المتحدة، في حين باتت الكهرباء أغلى ب4 أضعاف مما هي عليه في فرنسا. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
كتاب موجز إلى اللقاء.